تابع ملامح من علم الاختيار، الجزء الأول، تأليف رجاء عبد الله مزروعة، 2002-2012. فكرة الغلاف. فكرة الغلاف هي مزاولة الاختيار وتلقي القدر. هذا الغلاف يوضح أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله قد سلك سبيل الارتقاء، حيث اختار التدبر والتفكر في آلاء الله والبحث والاستدلال على وجود الخالق الحقيقي لهذا الكون، واستبعاد فكرة عبادة الأصنام، فكان كثير التعبد في غار حراء. لذا كان قدره بالشر هو السخرية والاستهزاء والهوان والإيذاء من قومه وعشيرته، ولكنه قد أحسن الاختيار وفي نفس الوقت أحسن التلقي لقدر الله، وهذا في حد ذاته اختيار أيضا، اختيار بالصبر والرضا بقدر الله بدلا من السخط والاعتراض عليه. وفي المقابل كان قدره بالخير أن أيده الله بالمعجزات، وأهمها معجزة القرآن الكريم الخالدة، وقد تلقاها بالحمد والشكر حيث بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أكمل وجه تجسيدا لهذا الحمد وهذا الشكر. فحقا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهو صلى الله عليه وسلم خير من جسد هذا الحديث، فقد عاش حياته بين عبادتي الصبر والشكر، فأحسن اختياراته كلها وأحسن التلقي عن الله في القدر خيره وشره. ولأن الإيمان بداخله نضر، فحينما خرج وعم نوره الأفق نضر ما حوله، فأفرزت لنا عبادته الخالصة المخلصة كل الخير، فكان قدوة الخلق أجمعين، وبقي دوما وأبدا رمز الاختيار الحسن والصبر الجميل على البلاء العظيم إلى يوم الدين. وكلنا يقطف هذا القطف المر من شجرة الصبر طوعا وكرها، على قدر جهاده لنفسه أو مجاهدته للابتلاء أو الاتيان بالتكاليف، بينما تظل الشجرة كلها هي زاد الأنبياء جميعا خريفا وشتاء وربيعا وصيفا، لأنهم أشد الناس بلاء، وخاصة أولو العزم منهم، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفهرس. ألف، فهرس الموضوعات. مقدمة. أولا، استعراض الآراء حول الجبر والاختيار. القائلون بالجبر ونفي الاختيار، القائلون بالاختيار ونفي القدر، مذهب أهل السنة والجماعة. ثانيا، رأي المؤلفة. تمهيد. الفصل الأول، الاختيار منحة الخالق. الفصل الثاني، الاختيار ما بين العرض والطلب. الفصل الثالث، معرفة حدود الاختيار. الفصل الرابع، العبد هو صانع اختياراته. 1، الله لا يصنع اختيارات العبد بل صانع لأفعالها. 2، الدليل على أن الله لم يظلم أحدا في اختياره للشر. 3، الله يحب، الله يكره، الله يراقب، الله يصبر. 4، ميكانيزم الطاعة والمعصية. 5، قاعدة ومشتقاتها والتعليق عليها. 6، انطلاق المؤمن من الطاعة وانطلاقه من المعصية. 7، شكل الطاعة والمعصية في الظاهر قد لا يبرهن أحيانا على الباطن. 8، الطاعة التي يطلبها الله من العبد. الفصل الخامس، الفرق بين إرادة الله وبين تضييع العبد للفرص. الفصل السادس، إرادة الله في وقوع الشر من جهة تلقي المخلوق. الفصل السابع، إرادة الله في وقوع الشر من جهة تدبير الخالق. الفصل الثامن، تيسيرات ليس إلا. الفصل التاسع، كتابة الله. الفصل العاشر، التوفيق بين القدر والاختيار. تمهيد. المبحث الأول، الأقدار في طريق الاختيار. المبحث الثاني، وقوع بعض اختيارات الناس قدرا على آخرين. المبحث الثالث، القدر من داخل دائرة الاختيار. المبحث الرابع، الحدث قدرا واختيارا. المبحث الخامس، أقدار مسبوقة باختيارات وأقدار حرة.
المبحث السادس: الأسباب من القدر. خاتمة: المراجع. ب: فهرس الألوان. عناوين الفصول والمباحث باللون الأحمر: النقطة أو الجزئية الهامة باللون الأحمر، كلمة التيسير ومشتقاتها باللون الأحمر، كلمة التسيير ومشتقاتها باللون الأزرق، كلمة الجبر ومشتقاتها باللون البني، الخير أخضر، الشر فوشيا. كل ما يحتاج إلى تقسيم وتنويع وترتيب وتمييز ومقارنة بألوان متداخلة. أسئلة هامة يجيب عنها الكتاب: هل الاختيار منحة أم حق مكتسب؟ هل الإنسان مخير أم مسير؟ هل إرادة الله للشر معناها أنه تعالى يحبه ويأمر به؟ ما الفرق بين ما يحبه الله وما يكرهه الله وما يأمر به وما ينهى عنه وبين ما يريده؟ هل تيسير الله لأفعالنا يعني تسييره تعالى لها؟ هل كتابة الله لأفعالنا بمعنى أنه قدر علينا فعلها وبالتالي نكون حيال فعلها مجبرين ومسيرين، أم ماذا في الأمر بالضبط؟ هل يجبر الله الإنسان أم يقدر عليه فقط؟ هل القدر والجبر مترادفان أم مختلفان تماما؟ هل هناك تخاطرا بين الإنسان وبين القدر؟ والإجابات على هذه الأسئلة وغيرها كثير بشيء من التفصيل نجدها في هذا الكتاب. كما يطرح هذا الكتاب بعض الأفكار والمقترحات التي قد تفيد في المصلحة العامة للبلاد، وذلك ضمن الحديث عن الاختيار أيضا لا يخرج عن إطاره، ولكن من خلال استعراض تجربة عملية على ممارسة الاختلافات الكثيرة النابعة من اختيارات الناس في أحداث الثورة وما آلت إليه من عواقب سلبية بسبب الممارسة السيئة لهذه الاختلافات. للإيضاح تابع ما يلي: والتزم ببرنامج الأفكار الثورية الصحيحة والمنظمة التي تأخذ أشكال مختلفة متتابعة ومترابطة ابتداء من الثورة العامة ثم باقي الثورات المتخصصة التي تليها، ويمكن إيضاح ذلك بواسطة الشكل الآتي: ملحوظة عن ورود ذكر الاختلافات في هذا الكتاب. والحديث عن هذه الاختلافات في هذا الكتاب تم التعرض له بشكل خاص من خلال علم العقيدة، أي جزئية الاعتقاد فيه، وبشكل عام من خلال علم الطبيعة بيولوجي وعلم الفقه من حيث التعاملات والسلوكيات وأحكامها، مع بيان الفرق بين الحديثين ثم الربط بينهما أيضا في نهاية هذا المبحث. مقتطفات من الكتاب. وبالنسبة للتخاطر تليباثي: واحد، إن ما سبق ينفي أيضا وجود التخاطر بين الإنسان والقدر مطلقا، وفي اعتقادي أن التخاطر بصفة عامة وبالطبع بعيدا عن القدر هو شيء طبيعي وليس مكتسب، والله أعلم. اثنين، أن حقيقة القدر تبعد وتتنزه تماما عن معنى التوقع والاحتمال والاستنتاج والتنبؤ والتكهن والتنجيم وما شابه، وبالتالي عن التخاطر أيضا. ثلاثة، أن من يزعم من علماء التنمية البشرية المعاصرين أن هناك تخاطرا بين الإنسان والقدر اقتداء في ذلك بالفكر الحديث للغرب فزعمه خاطئ، لأن الأساس في ذلك أنه لا اجتهاد مع النص، والنص قائم على نفي الوصول لسر القدر مطلقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدر سر من أسرار الله، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أن المكتوب يتنوع ما بين مكتوب لك ومكتوب عليك ومكتوب عنك. بيان الفرق بين كتابة الله وكتابة الملكين وفائدة إعلام الله لنا بالكتابة: أن تيسير الله لأفعالنا لا يعد تسييرا لها، بل هي تيسيرات ليس إلا العبد يزاول والمولى ييسر. أن قدر الابتلاء لا يقع إلا على المخلوق المخير. الحديث عن إرادة التخيير
والحديث عن منطق التخيير ومعرفة إرادته تعالى في التخيير ومنطقه تعالى في التخيير، مقارنة بين التخيير لدى المخلوقات المخيرة وبين التسيير لدى المخلوقات المسيرة. انظر جدول المقارنة فيما يلي. الاختيار لدى المخلوقات المخيرة، التسيير لدى المخلوقات المسيرة. 1. بدايته الحياة والتكليف للجن والإنس، بدايته بعد انتهاء موقف عرض الأمانة وحسم المخلوقات المسيرة اختيارها في العرض الأول لصالح التسيير. 2. نطاقه، أي الذي يجرى بداخله، هو الضدية. نطاقه لا يحتمل الضدية بل موحد ومعهود لكل المسيرات بدون استثناء. 3. حدوده بين صنع الله وأمره، حدوده حيث أنه لا يبدو لنا في صورة تفاعلات بينية، وبالتالي لا ندري حدوده لأنه بسر كن فيكون. 4. مجاله، مفتوح ومتنوع، يمكنك أن تمارس الاختيار في كل شيء. مجاله لا ندري أيضا لأنه خارج عن نطاق الضدية. 5. سيره، مطلق وتقييده الوحيد هو القدر، أو مستمر وتوقفه الوحيد عند القدر. سيره مستمر بالتسخير وبالحسبان والتقدير دونما توقف. 6. نهايته، الموت يحول دون استمراره ومزاولته مطلقا، حيث تنتهي الحياة والتكليف. نهايته انتهاء الحياة الدنيا كلها، فتدك الأرض والسماوات وكل المسيرات والمسخرات بعد موت الناس جميعا بأربعين سنة. 7. وهذا التقدير لكل مفردة على حدة، لأن المخلوقات المخيرة تأخذ شكل أجيال متغيرة متتابعة في الحياة وفي الموت، فكل مخلوق يحيا بمفرده ويموت بمفرده أيضا. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وقال أيضا: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال أيضا: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وهذا التقدير لكل المسيرات مجتمعة مع بعضها البعض، لأنها باقية في الحياة مع بعضها، لا يموت خلق فيها ولا يحيا بمفرده، ليس فيها ميلاد أو وفاة، بل خلقت جميعا من بداية الكون في فترة واحدة بنوع من التتابع. وهذه المخلوقات لا تتغير بل تظل كما هي، فالشمس هي الشمس منذ خلقها الله، والقمر هو القمر، والبحر هو البحر، فليس هناك مجموعة أجيال من الشموس مثلا بعضها متوفى وبعضها لا يزال على قيد الحياة وليس فيها تكاثر، فلا يحدث مثل ذلك في المسيرات، بل ستنتهي جميعا في ميقات واحد أيضا. قال تعالى: وجمع الشمس والقمر، وقال أيضا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. والمزيد من الأفكار الأخرى داخل الكتاب مدعمة بشكل توضيحي أو مقارنة أو معادلة أو تشبيه أو قصة قصيرة لإلحاق الشبه أو فروض واقعية مألوفة أو غير مألوفة إلى آخره. تصريح النشر من مجمع البحوث الإسلامية. نصيحة للقارئ: عند نشر الكتاب بإذن الله عليك عزيز القارئ أن تقرأ الكتاب من أول كلمة في المقدمة إلى آخر كلمة في الخاتمة بتسلسل الأفكار، ولا تأخذ مقاطع عشوائية حفاظا على سلامة الفهم الكامل وضمانا لتخزين المحتوى داخل ذهنك بسهولة وعمق، حتى لا يجادلك أحدا في عقيدتك إلا وجادلته بالحكمة والموعظة الحسنة وأفهمت المغرضين ممن يبتغون تأويله بإذن الله. Next. I'm free English language. إلى اللقاء في الجزء الثاني.